كان في يوم من الأيام إذاعة البحرين قبل لا تفتح كان عندهم تيمة يركزون عليها قبل لا تفتح المحطة، وهي هذه التيمة هي الصوت البحريني. تستاهلين الخير يا دار الأحرار، يا دامة الخلجان عز وجدارة. أنت على مر الزمن شعلة أفكار، ملفى أمان الطير، أنت منارة. هذا حمد جالك على صهوة أقدار، عازم على التغيير فعلا وجسارة. تشرفنا من شأن الأخ الشاعر علي شبان. في أزمة صحية أنا كتبت موال أهدية للشاعر علي شبان، بيقاوم جذعها وبيصير على كل ضيب وشر قاوي، ومثل نخلتنا في الديرة علي أنت يا شرقاوي. تعبت من السفر يا عين، تعبت من السفر يا عين، تعبت وبرجع المحل. حنيني لك يعذبني حنين للناس هالطيبين، كثر ما سافرت وجبت ابو العين على البحر.